صغيري بواحد الطريقه، يعني انك ما كتخلصش كلشي في دقه واحده ما تخرجش الهضره هذه، يخرج واحد السفر شويه اقتصادي وشويه رخيص. فانا يعني هذيك هي كانت جميل وصعيب يعني. إذا خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. فهذا الفيديو قررت ان نعمله على حساب الناس اللي كيسقسوني على ايسلاند والتجربه ديالي في ايسلاند والسفر اللي عملته، وبزاف الناس كنشوف انهم عجبهم من ديك الفيديوهات وبغاو يعرفوا اكثر تفاصيل على هذا السفر هذا. وغادي نقول لكم بزاف المعلومات اللي ما قلتهاش في ديك الرحله هذه. وقبل ما نبداو ما تنساوش دائما تعملوا سبسكرايب في اليوتيوب وفولو في انستغرام وذاتس ات. سو ليتس ستارت فور ذا فيديو. غادي نهضر على التجربه ديالي الخاصه ديالي انا، يعني كل شخص عنده تجربه ديفرنت، يعني تجربه مختلفه. وغادي نهضر لكم على التجربه ديالي انا شخصيا في ايسلاند، وشنو اللي عجبني فيها وشنو اللي ما عجبنيش فيها وكيفاش دوزت هذيك الرحله. سو يو ليتس جو ايسلاند تريب ريفيو. سو ايسلاند هو واحد البلد اللي كنت دائما كنسمع عليه وكنشوف التصاور ديالو دائما في الانترنت، وكتشوف ديك التصاور ديال الطبيعه الخلابه، داك الجمال اللي فيه، هذاك يعني الناتور اللي فيه وداك الشيء كامل. سو قررت انا قلت لابد انه يكون واحد من البلدان اللي خلينا نزورهم ونشوفهم كيفاش عاملين يعني مباشره. فملي شفت يعني هاد التصاور هادو، شفت بزاف الناس مشاو له وبزاف الناس كينصحوني يعني نمشي له. سو قررت يعني انني نشري البيه ونمشي نزور هذاك البلد الجميل، وما ندمتش لانه كان واحد من اجمل البلدان اللي زرتهم في حياتي. يعني بزاف كنت زرت بزاف بلدان في اوروبا ومشيت لبعض البلدان في اسيا، ولكن ايسلاند كنظن انه في التوب 1، يعني واحد من اجمل البلدان اللي زرتهم في حياتي. فكنصحكم انكم تمشيو له وتستمتعوا به. اوكي سو دابا من ناحيه التيكت، الطياره والاوتيل والطوموبيل. سو اول حاجه التيكت، يعني التيكت انا دائما كنكون كنقرر اني غادي نسافر شي موضوع، دائما كنقرر يعني تقريبا واحد الشهر ولا شهر ونص هيدا باش يكون عندي الوقت الكافي انني نخطط ونوجد ونشري نشري كل شيء. سو اول حاجه كنشري هي التيكت، يعني لا كما كتعرفوا كون ما شريتو التيكت قبل ما تسافروا كيكون ارخص. سو هذه واحد النصيحه انك يعني ملي تكون غادي مسافر، يعني قبل ما واحد الشهر ولا شهرين انك تشري البي ديال الطياره باش يعني كيخرج لك شويه ارخص. وهذاك باش يعني كدير هذاك اللي تبقى تخسر الفلوس بس تخسر شويه بشويه. يعني بحال دابا الشهر هذا نشري التيكت، من بعد شهر اللي مره غادي نشري الاوتيل، ومن بعد غادي نكري السياره نكريها من بعد. سو هذه واحد الطريقه يعني انك ما كتخلصش كلشي في دقه واحده، وكيمشي لك البروسيبوستو كامل، كيمشي لك يعني المصاريف كاملين في دقه واحده. سو يعني كنت شريت التيكت قبل يعني شي شهر ولا شهرين هذا، وجاتني شويه رخيصه، يعني ماشي غالي بزاف. اللي معروف من لندن ان لندن كاين بزاف ديال الطيارات كيمشيو يعني يوميا، وهذاك الشيء واحد الحاجه مزيانه انه كيكون التيكتات ارخص. من ناحيه الاوتيل انا كنصحكم يعني الا ما كانش عندكم البادجيت بزاف، الا ما كانش عندكم يعني الفلوس، يعني كنتوا غادي محدودين في الفلوس، انكم تمشيو للهوستيل. لان انا مشيت لثمان الهوستيل، والهوستيل وقت ما كتعرفوا ان يعني كانوا بيت كبير وكينعسوا فيه يعني بزاف ديال الناس، يعني كل واحد عنده السرير ديالو ولا الكامه ديالو وكينعسوا بزاف ديال الناس. واللي مشيت فيه اللي مشيت له انا كان يعني واحد من انقى الوحدين اللي مشيت لهم في حياتي كامله، نقي بزاف. ما كاينش صداع فيه غير يعني الناس المسافرين اللي كانوا مسافرين وكل شيء. وكان رخيص، كان تقريبا 21 باوند، يعني تقريبا 20 اورو لهيدا يعني الليله. وهذا بالنسبه لايسلاند رخيص بزاف، لان كما كتعرفوا ايسلاند واحد من اغلى البلدان ديال اوروبا، من ناحيه الاكل، من ناحيه السفر، من ناحيه كل شيء. سو هذه واحد الطريقه انك تمشي للهوستيل وهم كيكونوا نقيين، وكان عندك فين طيب، عندك فين دواش، عندك فين تنعس، وكل شيء كان نقي وكل شيء كان مزيان. وكنصحكم انكم يعني ديروا التجربه ديال الاوستيل، وكتعرفوا بها تنفع على الناس من جميع انحاء العالم. تعرف على الناس من ايرلاند، تعرف على الناس من كندا، تعرف على الناس من تشيك ريبوبليك. سو هذا واحد الطريقه رخيصه، وطريقه يعني طريقه مزيونه انك تسافر وتمشي للهوستيل وتتعرف على الناس واحد اخرين كتجربوا الاكسبيرينس وكتعاودوا مع بعضياتكم. والطوموبيله، من ناحيه الطوموبيلات هي كانت يعني حاجه رخيصه، ما كانتش غاليه بزاف. وهذه يعني واحد الطريقه جميله انك ملي تسافر لايسلاند تكري طوموبيله وتمشي تستكشف هذاك البلد بوحدك. فانا كنت كنعرف هذاك البلد مره، ما عمري ما سوقت فيه، ولكن كريت فيه الطياره، اجان كريت فيه الطوموبيله، ويعني استكشفت كل هذاك المواضيع بوحدي.
وكانت واحد التجربة عطينا واحد التجربة رائعة. وكنت طول ما بتخرج غالية بزاف يعني تقريبا 25 يورو للنهار ولا هيدا، وواحد الثمن يعني مناسب جدا وصافي. ف كنصحكم انكم يعني ملي تمشيو لايسلاند تكرو الطوموبيله وتستكشفوا البلد. اوكي ناو من ناحيه الاكل، سو كما كتعرفوا ايسلاند واحد من اغلى البلدان في العالم. يعني شفتو انا يعني زرت بزاف البلدان، ولكن هذا واحد من اغلى البلدان شفت فيه الغلا ديال الاكل. وهذا الشيء كان بان لانهم يعني عندهم غير الثلج، ما عندهم لا زراعه لا والو، وكل شيء امبورتد يعني كل شيء جاي من برا. فهذاك الشيء كتكون الاثمنه تما طالعه ديال الاكل. واللي قالوا لي بزاف ديال الناس في هذاك في الهوستيل اللي كنت فيه انهم جاو معهم الاكل ديال من البلاد ديالهم، يعني جابوا الاكل وكيطيبوا تما، فكيجيبوا هذاك الشيء يعني معلب ولا الفروت ولا الحاجه اللي تكون طايبه موجوده وكيجيبوا وجابوها. وهذه حتى طريقه رخيصه للسفر، بما انهم كانوا موفرين للكوزينه ولا الكيتشن في الطيب، فهذه واحد الطريقه اقتصاديه انك كتسافر وما خسرش بزاف. ولا كنت قرا انك متمتش من السوبر ماركت، فتما من السوبر ماركت تكون شويه الاثمنه رخيصه على انك تمشي تاكل في المطاعم، وكتشري من السوبر ماركت وكتمشي تطيب انت لراسك في الهوستيل، وكتخرج لك واحد كيخرج لك واحد السفر شويه اقتصادي وشويه رخيص. فهذه واحد الطريقه يعني جميله انك جميله انك يعني كتطيب راسك تما وكت كتسيفي اصلا ماني في الاكل. الناحيه الثانيه الموبايل، سو الا كان فانك تما غادي تحتاج تليفون، لانك غادي الا كنت غادي تعمل غادي تمشي بوحدك بحال عملت انا تستكشف ما تخرجش هاد الهضره هادي تستكشف البلد بوحدك، فمحتاج تكون محتاج ان يكون عندك تليفون، يكون يعني عندك الكارت ديال البلاد تما باش انك كتستعمل الانترنت وتستعمل الجي بي اس باش ما تلفش، لانك تما تقدر انك تلف لانه كاين غير واحد الشارع وكاين غير واحد المطرق وحده اللي كديك وما كاين اسمها بحال البلدان الاخرى عندك فيها اللوتوروت وعندك فيها طرق اللي على برا وكل شيء. ف لازم يكون عندك تليفون فيه الكارت ديال تما ولا تكون عندك كارت اوروبيان. الا كان عندك اوروبيان فهمك تعرفوا اوروبا كامله فيها الرومينغ، فكانك تقدر تستعمل الانترنت ديال اللي في بلادك انت تقدر تستعمله في ايسلند. وواحد الحاجه مهمه انك دير معاك هي دير معاك البورتابل تشارجر، يعني كما كتعرفوا الباور بانك هذا باش باش يعني انك الا بقيتي بلا باتريه في وسط الخلا لا، فمن الاحسن يكون عندك واحد البورتابل تشارجر باش كتشارجي به التليفون لاخوالك، تشارجي به الكاميرا اللي كان عندك كاميرا. فانا نفعني واحد التشارجر كنت ديتو معايا باش ما الا ضعتو ولا الا يعني تالكم التليفون، باش يعني تقدر انك لو قدرت حتى تقدر تعيط الامرجنسي ولا تعيط للبوليس لاي حاجه باش يجيو يعاونوك، ولا ما تقدر طيح بعد ما كيكونوا كيطيحوا الثلج وكتقطع الطريق تبقى انت واحد في وسط الطريق. فهذاك الشيء انك لازم يكون عندك تليفون ويكون عندك فيه انترنت ولا يكون عندك فيه صلب باش انك يعني لو وقعت شي حاجه ولا تلفتي على الطريق شي حاجه انك تزبر كيفاش تخرج من ديك المازق. وشكرا. الحوايج، فانا كنت مشيت لايسلند شهر 4 كنت كنظن انه غادي يكون يعني غادي يكون ما يكونش ما بزاف ديال البرد، فكنت غالط. فكان واحد البرد خارق، كان الثلج كيطيح ما تصورش قداش كان الثلج كيطيح، كان واحد كيما قلت لكم البرد رهيب وكان ريح. ف لازم انا كنخصكم شي موجد بواحد يعني على الاقل شي واحد واتر بروف جاكيت، يعني يكون ديال الشتاء، جاكيت ديال الشتاء وواحد جاكيت يكون سخون. وعاد من تما غادي ندير معاك الحوايج يعني يكونوا سبيشال ديال البرد. فهذه واحد النصيحه انك دير معاك تما حوايج يكون سبيشال ديال البرد ويكونوا كيدفيوك بزاف، لانك غادي تدوز بزاف في البرد يعني، وبلا ما تنساو يعني الطربوش والكوانتيز ولا الجلوفز، والاحذيه يكونوا تما يعني يكونوا سبيشال ديال يكون ديال الهايكينغ ديال هايكينغ ديال اللي كتشوفهم في الجبوله ولا كشي. و كيما قلت لكم يعني لازم انه يكون الحوايج تكون بروبر يعني يكون حوايج تقالين اللي دوز، لانك ايسلند عندك تما البرد يعني تقريبا العام كامل. فانا كنت كنقول نمشي في شهر 4 غادي يكون شويه لاخر ساعه والو البرد. و فاما فيما كنخرج من الطوموبيله باش نشوف شي حاجه ولا نمشي نزور شي حاجه، من بعد 5 ولا 10 دقائق كنرجع للطوموبيله، لان كان واحد البرد قاطع جدا. واكثر مرحله دوز فيها البرد هي الطياره اللي غادي نهضر عليها من بعد. ولا تصيد يعني فدي معاك الحوايج يكونوا بروبر، يعني حوايج ديال الشتا ديال البرد ديال الثلج، لان خصك تمشي تما تكون موجد.
ناو شنو شنو تقدر تزور في ايسلندا. فانا بحكم انني مشيت يعني 4 ايام ما مشيت بزاف الاخر، انا كنت باغي نعمل رينك. رينك هي كدور ايسلندا كامله من الاول حتى الاخر، فهذه واحد التجربه رائعه وكنظن اني غادي نعملها وكنتمنى اني نعملها، وهذه كانت تجربه يعني كنت باغي نعملها. فما كانش عندي الوقت، كان عندي غير 4 ايام، وقررت انني يعني نعمل غير نزور غير الكابيتال ونزور نعمل واحد تورس اللي غادي نهضر عليهم دابا. ف يعني في الكابيتال ما عندك بزاف الحاجات غتزورها، عندك غير الكنيسه المشهد، الكنيسه المشهوره ديال ريكيافيك ولا ريكيفيتش، وعندك واحد الحاجه اسمها بوينت فيو يعني شويه مشهوره. صح، هذوما يعني الحاجات اللي يعني انك تقدر تزورهم في الكابيتال. وبما حكم انني يعني مسلم، فمشيت زرت المسجد ديال المسلمين وشفت كيفاش عايشين تما المسلمين في ايسلندا. فهاد بنية الكابيتال ما عندكش بزاف الوقت، انا يعني غير تحت فيها النهار الاول باش كنت عاد وصلت، وكتزور فيها يعني كما قلت لكم الكنيسه وديك البوينت فيو والبوتسيت، وبعد ما فيهاش حاجه بزاف يعني كابيتال از فيري سمول يعني صغيره بزاف. اليوم الثاني عملت واحد التور اللي مشهور، ما هو الجولدن سيركل. فهاد الجولدن سيركل كتزور يعني بزاف، كتزور فيه بزاف ديال المعالم ديال ايسلند. ويعني عملته بوحدي يعني، خطيت غير الطوموبيله وعملت الجي بي اس، عملت فيه الجولدن سيركل وكيعطيك الاسماء ديال البوينتس اللي خصك تمشي لهم. فقط متبع واحد مر واحد مر واحد مر واحد مر واحد حتى زرتهم كاملين، وكنت كملت هذا التور هذا بوحدي. فهاد التور هذا اذا كنت غادي تعملو بوحدك فما غاديش يخرج غالي بزاف، لانني يعني كنت غير الطوموبيله كانت عندي، سو كنت نعمل غير البترول والغازولين ودات. اما اذا كنت غادي تعملو فنسقت الناس اللي عملوه مع الـ مع الـ مع الجروب يعني اللي كانوا الجروب ديال السفر، فهذا كيخرج تقريبا ب 150 ل 200 يورو، فكيخرج غالي بزاف. فمن الاحسن انك الا كنت باغي تستكشف هذا البلد تستكشف بوحدك انت وتسير عمل بوحدك، كتخرج بواحد الاكسبيرينس رائعه، واحد الاكسبيرينس جميله انك كتستكشف البلد هذا بوحدك انت وعلى طريقتك انت. بلا حتى واحد ما يزرب عليك يقول لك يلا زيد يلا حنا خدنا نمشيو نوصلو خدنا نمشيو بحالنا راه غادي نكملو صافي. فانت كتزور البلد وتوقف فين ما بغيت توقف، ترتاح فين ما بغيت ترتاح، وتزور المعالم شحال ما بغيت تزورهم. في ان كنعرفوا ان اللي متعملتي مع الجروب يعني كيقول لك عندك نص ساعه غادي تسافر غادي تزور هذا البلد وتمشيو دغيا. ومن الاحسن انك يعني تستكشف هذا بوحدك وتستمتع به راسك نتايا. واليوم الثالث كنت عملت فيه ساوث ويست كوست. فهاد ساوث ويست كوست انك تمشي تزور يعني كتزور واحد المعالم ديال واحد الشلالات، واحد المناظر خلابه اكثر من رائعه واكثر من جميله. كتزور الطياره، هذيك الطياره اللي مهجوره في فصل البحر، وكتزور البحر الاسود، البحر ديال فيك. فهاد واحد البحر مشهور تما. فالطياره بغيت نهضر مع الطياره هي واحد يعني واحد المنظر اكثر من رائع واكثر من جميل. فانا يعني هذيك هي كانت جميل وصعيب يعني اصعب مرحله دوزتها في ايسلنديا هذيك، بما انك خصك تخلي الطوموبيله في الباركينغ وتمشي لها ماشيا 4 كيلومترات، ما عندكش كيفاش تمشي لها الا ماشيا. فديك 4 كيلومترات كان واحد الثلج بزاف يعني الثلج كيطيح، كان واحد الريح خارق وكان واحد البرد يعني ما تصورش قداش واحد البرد. فانا كنت غادي بوحدي هيدا وجامع راسي وكنتمشى في واحد الصحراء يعني ما كاين ما تصورش البرد اللي كان فيها. ويعني ولكن وصلت لهذيك الطياره كان كيستاهل انك يعني تزور هذاك المنظر هذاك، تشوف هذاك المنظر كيفاش عامل. وكان واحد المنظر اكثر من رائع، وكانت يعني واحد من اصعب المراحل ديال ايسلند، ولكن واحد المنظر اللي كيستاهل انك تزوره. ومن بعد كاين داك البحر الاسود، فهذا هو واحد يعني واحد المنظر جميل جدا. ودابا البيسين ترمال ولا هذيك المسابح يعني ناتورال. فكاين كما كتعرفوا ايسلندا يعني عامره بزاف بهذوك البيسين ترمال اللي يكون الماء ديالهم سخون، فكيكون واحد الجو اكثر من رائع انك كتعوم في الماء سخون، ومن فوق منك كاين البرد وكاين الثلج كيطيح. فهذا واحد الحاجه اللي هي جميله ولازم انك تعملها في ايسلندا. واشهر واحد تما كاين هو البلو لاغون. البلو لاغون هو واحد تما واحد الترمال اللي معروف بزاف، واحد البيسين ترمال اللي معروفه بزاف في ايسلندا كامله، واحد من اشهر الترمالات في العالم كامل واللي يكون عامره بالتوريست. فهاديك الشيء قررت انني ما نمشيلوش، لان بزاف الناس قالوا لي ما تمشيلوش لانه غادي اول حاجه انه غالي بزاف يعني الثمن ديالو يعني تقريبا واحد 80 أو 90 أورو، و يعني ماشي ما كيستاهلش، ولكن غادي تبرع عمر بالناس وما غادي تستمتع به. ديك الفلوس غادي تخلصها ما غاديش تستمتع به بزاف باش يعني تخلص ديك الفلوس كامله. فاقترحوا عليا انني نمشي للسكرت لاغون. سكرت لاغون هو كان واحد البيسين ترمال اللي واحد فيها واحد المناظر خلابه وجميله جدا، واللي استمتعت فيه فهو كان واحد
كان واحد البيسين يعني جميل جدا، وكان كتحتج، فكان واحد السنسيشن يعني واحد السنساسيون اكثر من رائع انك كتكون كتعوم في المسخون والتشكيل طاح من فوق منك. فبلو لاغون نقدر ننصحكم بها انك تشوفوها، ولكن ما غاديش كما قالوا انا ما عرفتش، ولكن قالوا ما تقدرش انك تستمتع به بزاف وغالي بزاف. سو السكرت لاغون اللي مشيت له انا كان 20 يورو، والبلو لاغون كيكون تقريبا 98 يورو، فانك يعني غادي تخسر 90 يورو باش انك غادي ما تستمتعش بزاف، تكون عامر بالناس و ما تقدرش تعمل على خاطر كل شيء. فمن الاحسن قالوا لي انك انا نمشي لسكرت لاغون، فهو كان واحد في واحد المنظر اكثر من يعني واحد المنظر جميله جدا، واحد المنظر رائعه، وكان رخيص شويه يعني افوردبل يعني اقتصادي اكثر. فمن الاحسن انك الا بغيتي تجرب شي لاغون جرب السكرت لاغون، غادي يعجبك بزاف والتمديد ديالك يكون مناسب. وذات ات، كنتمنى ان الفيديو ديكون يعجب لكم ويكون المعلومات يفيدوكم الا كنتوا انكم يعني كتخططوا انكم يعني تزوروا ايسلند، ولا تستكشفوا هذوك المناظر الجميله والرائعه، ولا انا كنصحكم انكم تزوروها، فهي واحد البلد اللي انني ما ندمتش مره انني زرتها. وكما كنت قلت لكم فهذه يعني كدرك من على التجربه ديالي انا شخصيا، فكاين بزاف ناس اللي غادي يكونوا زاروه ولا مشاو له عند واحد اخرى، فهذه كدرك من على التجربه ديالي الخاصه ديالي، التجربه ديالي بيرسونال يعني بيرسونال اكسبيرينس. وذات ات، الا كان عندكم شي اسئله ولا شي استفسارات ما تنساوش دائما تخليهم في الكومنتس ونجاوبوا عليكم. ما تنساوش دائما تعملوا سبسكرايب في اليوتيوب وتضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش ايضا فولو في انستغرام، ونتلاقاو فيديو ان شاء الله.